هو مش بس شعار، هو الأهلي أو عائلة النادي الأهلي دي ده شيء مهم جدا وشعار هام جدا. طبعا كابتن محمود الخطيب وقائمته أيام الانتخابات اختاروا هذا الشعار لهذه القائمة، ومن خلاله يقدروا ينفذوا العديد من البرامج الخاصة بأعضاء النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. مش بس النادي الأهلي تاريخ، لكن النادي الأهلي أيضا مبادئ وتطوير، وده اللي اتكلم عنه كابتن محمود الخطيب في العديد من المناسبات وركز عليه بشكل كبير جدا. التاريخ موجود وعارفينه وعمره ما هيتنسي ولا عمره هيتمسح مهما عمل الناس، وطبعا في خلال تواجد جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيكون في ظهر النادي الاهلي. المبادئ عمرها ما تتغير، ما حدش يقدر يغير مبادئه، الراجل ما يغيرش مبادئه، وده اللي تعودنا عليه داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي لما يكون عنده عدد جماهير كبير جدا بحوالي 60 70 مليون، وارد ان يكون في بعض الجماهير او بعض الافراد اللي بيتعدوا على صوابع الايد الواحده يغيروا مبادئهم، لكن الكل اكيد مش هيغير مبادئه، لان الراجل دايما هو اللي بيحافظ على مبادئه، ده اللي تعودنا عليه من خلال النادي الاهلي. ايضا التطوير، النادي الاهلي ما بيقفش عند مرحله معينه فقط من التطوير، لكن الاهم دايما هو الاستمرار في هذا التطوير، ودي عناوين او كلمات مهمه جدا للكابتن محمود الخطيب سواء ايام الترشح لرئاسه النادي الاهلي والقائمه الخاصه به، او حتى خلال الفترات الحاليه والوعود اللي هتكون طبعا في خلال تنفيذها خلال الفتره الجايه من قبل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وده اللي هيحصل. هو مش بس وعد، لكن ان شاء الله هيتنفذ من خلال البرامج اللي حاططها والاستراتيجيه اللي حاططها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طبعا هذا اللاعب والتاريخ العظيم جدا كابتن محمود الخطيب، بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في هذه المرحله الهامه. طبعا كان تقرير مهم جدا عن عائله النادي